أخيرا ومن بعد طول انتظار رجع دايلر من جديد لساحة اليوتيوب بتنزيله لفيديو جديد كان عنوانه مفاجأة دايلر بعد اختفاء سنة كاملة، حيث صور دايلر فلوج كامل ووثق فيه يومياته بدبي، وصرح أنه في كتير مفاجآت جاية بالطريق واللي من بينها حتكون فيديوهات جديدة وفلوكات جديدة وأيضا أغاني وفيديو كليبات، فكم نسبة حماسكم لعودة دايلر؟ أما أحمد أبو الرب فنظم عمل خيري مبارحة بالأردن كان عنوانه ألف عيلة بليلة لجمع التبرعات لتوزيع عدد من الصوبات التدفئة لألف عائلة بالأردن، وكان مضمون هذا العمل الخيري كل 10,000 لايك على بوست أحمد أبو الرب على إنستغرام يتبرع بسعر صوبة لعيلة محتاجة. فبين بعد ما أعلن أحمد عن هذا العمل الخيري سارع عدد كبير من اليوتيوبرز للمشاركة والتبرع، اللي شفنا من بينهم عبود جعبري وأنس وبيسام قاسم وغيرهم كتار، ويوتيوبر بقى مجهول الهوية، ولكن أحمد أبو الرب شارك هالستوري ولكن ما حكى اسم هذا اليوتيوبر. لسه مش حاكي، لسه مو حاكي عن طريق الدفع. في زلمة يوتيوبر الله يعطيك ألف عافية، الله يجزيك كل خير، والله إنك زلمة هيك تبرع بأبو 4500 دولار مرة واحدة دام. أما أنس مروة فشارك ستوري على إنستغرام وضح فيه سبب غيابهم وأنهم عم بيحضروا لشغلات ومفاجآت جديدة، فشو هي توقعاتكم لمفاجآت أنس وأصالة الجديدة؟ أنا صالة، كثير منكم عم تسألونا ليش لهلأ ما نزلنا فيديو، صلنا يومين ثلاثة ما عم ننزل. أجماعة عم نحط لكم شغلة كثير كثير حلوة، شغلة بتستاهل، عم نشتغل عليها صلنا فترة كثير طويلة، وهي مفاجأة حكينا لكم عنها شوي ولكن إن شاء الله حتطلع أو حتظهر بالفيديو الجاي، فمعلش ينتظرونا، عم نحاول نعمل شيء يليق فيكم بكرة أو بعده بإذن الله. أما نور ستارز فشاركت أول ستوري وصورة لأنفها الجديد وأجابت على مجموعة من الأسئلة بخصوص عملية التجميل اللي خضعت لها، فكتبت نور: أنا عمليتي مناسبة لملامحي ولوجهي لأني بدي كون أشبه نفسي، يعني ما رحت للدكتور وقلت له بدي أنف هيفاء وهبي أو أنجلينا جولي، بس ضبط لي هالكسرة وعدل لي هالشغلة، بتمنى فهمتوني. وضربت للمتابعين موعد للجزء الثاني اللي رح ينزل قريبا. أما أسامة مروة فأثار الجدل من بعد ما أعلن أنه عم بيحضر لمفاجأة جديدة، فبلشت التساؤلات وتوقعات الجمهور حول المفاجأة واللي كانت خطوبته من بين هالتوقعات، فنشر هالتوقع على ستوري انستغرام وهو عم يضحك وكتب إيموجي عيون. وتوقع جزء آخر من الجمهور أن المفاجأة حتكون سفرته لدبي أو لمكان تاني، فشو هي توقعاتكم أنتو؟ كتبونا توقعاتكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.